مجتمع أو في الديسك العربي دولي، لأن كل شهر دايما بيبقى لقاء. الشهر ده اللقاء مختلف شوية، مش محاضرة واحدة لأحد الخبراء، ولكن حلقة نقاش حوالين العدد 44 من بين فريقين. فلقاء إن شاء الله جميل، معانا 3 متحدثين النهاردة، باشمهندس عمر سليم، باشمهندس مركز زيدان، باشمهندس رنا عبد الفتاح. 2 من أصحاب من كتاب العدد اعتذروا النهاردة للأسف لظروف خارجة عن إرادتنا، باشمهندس أحمد، باشمهندس زهراء، باشمهندس سمر هيدينا ملخص بسيط عن المواضيع بتاعتهم. قبل ما نبدأ طبعا كالعادة في كل موضوع للأسئلة والأجوبة دي مكان على كده، بحيث كل حاجة تبقى موثقة بالأسئلة والأجوبة. فهحط اللينك على الشات، اللينك الأساسي لكل المواضيع، وكل حد عنده أي سؤال يكتبه هناك وإن شاء الله هنرد عليه في اللقاء أو بعديه لو مكانش فيه. قبل ما نبدأ اللقاء ممكن أدي الكلمة لباشمهندس عمر يعرفنا أكتر عن أنشطة بلما أريبيا وإيه اللي بيحصل بعد 44 وإيه اللي ممكن يحصل في المستقبل إن شاء الله. اتفضل باشمهندس عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنبدأ نشوف فكرة بيم أريبيا. ده العدد الأول. العدد الأول كانت الفكرة إن أنا من خلال الشغل والتعامل الشخصي مع الناس اكتشفت إن عندنا كفاءات كتيرة جدا يمكن محدش يعني منتبه ليها، فبدأت إن أنا أتكلم مع الناس إن إحنا ليه ما نصدرش مجلة ونبدأ الناس تعرف إن عندنا ناس أقوياء جدا. وكان حصل نقاش كبير جدا هل نخليها بالعربي ولا بالانجليزي، واغلب الناس كانت مرحبه بفكره ان هو يكون بالانجليزي، لكن في الاخر اتفقنا كلنا انها تكون بالعربي، بحيث ان ممكن تكون في مجلات تانية بالانجليزي لكن المجتمع العربي فعلا محتاج الموضوع دوت. اول عدد صدر في اكتوبر 2015، ودول طبعا الاول ناس شاركوا معانا لهم كل التحيه والتقدير. دول يعتبر اللي اساسوا المجله، زي مهندس كمال شوقي والدكتور بلال سكر ومهندس ايمن قنديل ومهندس محمد حماد والمهندس تامر الجوهري ومهندس معاذ النجار ودكتور سامر السياري واحمد لطفي وحمزه مشرف ودكتور صلاح عمر عمران، ما حفظ الالقاب للجميع. العدد الاول كان فيه مشاكل كتيره جدا، تمام، لان احنا يعني اول مره نعمل مجله، فكنا اخترنا ان هو تكون بالفوتوشوب، وكان الموضوع صعب جدا. يعني لو مثلا بعد ما عملت العدد حد غير كلمه، لان اغلب الناس كانت بعت لي وورد وانا بحطها على الفوتوشوب، فلو هو غير كلمه او غير جمله بتلاقي الكلام اترحل من صفحه فوتوشوب لصفحه تانية، فكان الموضوع فعلا متعب جدا. وكان عندنا مشاكل لازم نعترف بيها، يعني اغلبنا يعني في مشكله في اللغه العربيه، فمحتاج تدقيق شويه للموضوع. فالعدد الاول كان فعلا اصعب عدد احنا اشتغلنا عليه، لكن الحمد لله الرد فعلا كان كويس، الناس عجبها الكلام وكان الكلام جديد. يعني كان مثلا الشهادات وكده كان فعلا ما حدش سمع مثلا عن الاكواد والبيمشن بلان والتصميم البارامتري، كان كلام اول مره يتقال، فكان فعلا حاجه. انما دلوقتي خلاص الناس كلها بدات تعرف المصطلحات ديت بفضل ممكن بما ربيع وحاجات تانية والأنشطة كتير اشتغلت في الموضوع دوت. العدد التاني اتكلمت مع ناس يعني نصحوني ان انا اتجه لبرامج ان ديزاين، فبدأنا اتعلمناه، ولما العدد الاول سمع لقينا ناس بتبدأ تتطوع معانا، فمع الشغل بدأ التطوع يزيد، وده اللي انا بحاول استفاد منه. ان يا اخوانا لو انت عندك فكرة ابدأ فيها حتى لو انت مش جاهز. كان في ناس معانا في نفس الفترة ديت قالوا ان هم يعملوا مجلة، ولكن هم كانوا مصرين ان الشغل الاولاني اللي يظهر يكون مبهر، يبقى فيه شغل جرافيك عالي جدا وشغل حاجات، ولغاية دلوقتي لسه ما بدأوش، تمام، رغم ان اغلب الناس اللي موجودة في التيم بتاعنا هو نفس الموجود هناك، حتى انا معاهم في اي حاجة بيعزوها بنعملها، لكن هو مصر ان هو يبدأ بداية مذهلة. لكن انت لو بصيت على بداية الفيسبوك هتلاقي بداية متواضعة جدا، لو بصيت على بداية اليوتيوب هتلاقي بداية متواضعة جدا. فلو انت عندك بداية حتى لو هي بسيطة ابدأ وما تكسفش، انما ان انت تبدأ وانت بروفيشنال صدقني يبقى انت كده ابتديت متأخر.
فالعدد التاني بدأنا نشتغل بالإنديزاين، وطبعا أول مرة نشتغل بيه فكان فيه شوية مشاكل، وبدأ الناس تتطور معانا واحدة واحدة لحد ما الأعداد بدأت تبقى كويسة. لكن العدد 44 ده مختلف تماما عن كل الأعداد السابقة، لسبب إن إحنا وإحنا بنعمله هو اتعمل بشكل مختلف عن كل الشغل اللي قبل كده. إحنا عملناه على استخدامنا جوجل درايف، ان احنا حطينا الكلام كله بحيث ان اي حد يراجع يقدر يراجع في ساعتها، ويقدر ان احنا نشوف الكومنتات ونعدل فيها في لحظتها، فكان اسهل بكتير. يعني تقدر طبقنا فكره اللين مانجمنت في العدد ال 44. الجهد اللي كان بيتبذل في الاعداد اللي قبل كده كان جهد جبار، وفعلا كان في شغل حلو جدا واحترافي في العدد ال 44 بدانا نركز على المحتوى اكتر. يعني مثلا التصميم ده كان تصميم سهل جدا، عملناه على الكانفا الموقع اهوت، تمام اهو ده احنا فعلا استعنا بيه ان هو عمل لنا التصميم، تمام التصميم اهو. فبدل العدد اللي فات كان فيه شغل احترافي وكان تصميم، لا احنا خدنا حاجة جاهزة هي الكانفا، والتصميم كان كله على جوجل درايف، والناس كلها كانت بتعدل ويجي لها كومنتات ان في حد حط تعديل معين فيبدا ان هو يتجاوب معاه، ولان اسهل لان كان في جهد كبير جدا بيضيع في فكره التصميم وفكره ان احنا نعمل شغل جرافيك وبنشتغل على البرنامج مستقل، فمش كل الناس تقدر تعدل عليه، فبنبدا ان احنا ناخد وقت كتير جدا في ان حد يبعت لي تعديل وانا ادور عليه واعدله والحاجات دي كلها. فكانت فكرة جوجل درايف دي كانت أسهل، نتيجة إن عندنا ظروف في بعض الناس اللي إحنا معتمدين عليهم كان مشغول في الفترة دي. ده الموقع وهو معتمد في الاتحاد الأوروبي، وإحنا بنحاول نشوف إيه الحاجة اللي ناقصة ونحاول إن إحنا نساعد فيها. لما حصل موضوع الكورونا لقينا في مشكلة، الناس كتيرة جدا مش قادرة إنها تدي محاضرات أو مش قادرة تحضر محاضرات، فركزنا على فكرة المحاضرات، ويعني تقريبا كان في محاضرة كل يوم من الدكتور فاضل، وطبعا يعني ليهم كل شكر التقدير ان هم بذلوا من وقتهم وجهدهم بدون مقابل، وهكذا. يعني الحاجة اللي بنحس ان احنا نقدر نخدم فيها بنحاول على قد ما نقدر ان شاء الله. والمجلة متنوعة بحيث ان فيها مواضيع كتيرة مختلفة، تمام، وان شاء الله يعني هي مكملة وناس كتيرة الحمد لله متطوعة، واي حد عنده اضافة يقدر يبعتها لنا وان شاء الله ننشرها العدد اللي جاي. وشكرا وآسف للإطالة. شكرا باشمهندس عمر على الملخص السريع لبيم أريبيا، وبالتوفيق طبعا، مجهودات رائعة. ممكن نبدأ اللقاء النهاردة بالعدد 44، مناقشة العدد رقم 44. أول موضوع معانا هو الأسرع عن نبذجة معلومات البناء وتحديات تنفيذها في ميدان النامية، من كتابة الزهراء عبد الكريم. آسف الزهراء مش معانا النهاردة، بس ممكن باشمهندس سمر تدينا بس ملخص سريع عن الموضوع، واللي عنده أي سؤال للموضوع ده ممكن يكتبه لنا على طول على المنتدى، هحط اللينك على الشات. تمام، هي الدكتورة زهراء عبد الكريم كانت عاملة ملخص حلو جدا عن فكرة البيم وإيه هو وإيه لازم إحنا نتجه ليه. هو فعلا إحنا لو ما كانش البيم موجود كان لازم نقعد نعمل إيه، عصف ذهني إن إحنا محتاجين البيم، محتاجين حاجة حتى لو سميناها اسم تاني. لكن المشاكل اللي موجودة في قطاع المباني، في مشكلة الجودة، مشكلة التسليم في المواعيد، تأخيرات الحوادث اللي بتحصل، فكل ده محتاج ان احنا يبقى في سيستم موجود. فلقينا حاجة اسمها البيم، فبدأت الناس تعتمد عليها، وبدأ فعلا ان هو يحقق الكفاءة بتاعته. وهي الدكتورة المقال ممكن اي حد يطلع عليه ويبدأ ان هو يسألها على المنتدى بتاع اوتوديسك. هي الفكرة كلها ان في استخدامات كتيرة جدا لما بدأنا ان احنا نطبقها، لقينا ان احنا ممكن نستخدمه مثلا في موضوع الاستدامه sustainability، ممكن نستخدمه في تقدير التكلفه، في حل المشاكل اللي موجوده قبل ما نبدا، في ان احنا نستخدمه في الفاسيلتي مانجمنت، ان احنا ندير المبنى بعد ما يتبني. في مشاكل كتيره جدا في البلدان الناميه، يعني في مثلا ممكن تكون في كفاءات قليله، في عدم معرفه، ممكن تكون في ناس طبقت بشكل خطا فالناس خدت فكره سيئه عنها. الناس محتاجة انها تستثمر شوية، سواء في انها تشتري اجهزة، في انها تتدرب، في الحاجات دي كلها، فمحتاجة ان احنا نبدأ نبذل جهد. بالنسبة لمصر اعتقد ان احنا اغلب المشاكل ممكن نكون
قدرنا نتعامل معاها، لان احنا فكره البيم بدا من فتره. بس انا عندي ملحوظه ناس طلبت ان انا اقولها سريعا، ان البيم ما يغنيش ان انت تبقى فاهم الافكار الهندسيه، يعني سواء انت مهندس انشائي او معماري او كهروميكانيكال، الفكر نفسه لازم انت تتعلمه. تمام؟ يعني ناس لسه متخرجه ومركز على السوفت وير، لا، قبل ما تشوف السوفت وير، وده اللي اتكلم عليه برضه في الاستدامه، ان انت تبقى فاهم فكره الاستدامه، فاهم فكره الانشائي، تروح للناس الافاضل اللي هم بيشتغلوا بالورقه والقلم، اساتذتنا الكبار، بروح اقعد تحت رجليهم، يا اخوانا انا عايز اتعلم. تمام؟ انا ما ادركتش المهندس حسن فتحي، لكن ادركت التلاميذ، بروح اقعد تحت رجليهم، انا عايز افهم الفكره. لما احتجت مثلا في كوردينيشن ان انا افهم الشغل التكييف، ورحت نقابه المهندسين وقعدت تحت رجلين الاستاذ ايمن عمر، وبدات افهم منه الفكره بتيجي منين، وازاي احنا هنغير ونعمل والحاجات دي كلها، وكان بيشرح لنا على السبوره. تمام؟ فالسوفت وير حاجه مهمه، لكن بلاش نتغر ونهمل الافكار اللي احنا لازم احنا ندرسها، ايا كان تخصصك، الحاجات اللي انت درستها في الكليه والتطبيق العملي ده لازم احنا ناخده، لان في ناس بتركز ان هو بيعمل موديل 3 دي وشكله حلو، لكن مع اهمال ان هو يبقى فاهم الحسابات الهندسيه والتصميم الهندسي والحاجات دي كلها. فده بس كان الناس طلبت مني اتكلم عنها سريعا يعني. شكرا. شكرا يا باشمهندس عمر. هنحتاجك تاني في الموضوع اللي بعده، لأن برضه للأسف باشمهندس أحمد مش معانا. بس ملخص سريع عن الموضوع التاني اللي هو فلسفة اللين، مديرة المشروعات الفعالة باستخدام نمذجة معلومات البناء. برضه هحط اللينك في الشات لو حد عنده سؤال أو تعليق يكتبه لنا على طول. أستاذنا الفاضل المهندس أحمد الديب مشكورا كتب مقالة بيربط بيها بين فكرة البيم وفكرة اللين مانجمنت. هو اي اسلوب من اساليب الاداره عشان يعرف يدير صح محتاج معلومات، لو ما عندوش معلومات مش هيعرف يدير. فسواء البي ام بي او اللين او الاجايل او اي اسلوب من الاساليب، محتاج ان هو يكون معلومات. ففي مجال الكونستراكشن اللي بيدينا معلومات كويسه جدا اللي هو البيم، اللين مانجمنت بيعتمد على ان هو بيقلل الهدر. ده كلام المهندس احمد، انا مش بكتات، بس انا بقول لكم النقطه اللي هو كان ركز عليها، وهو كان عمل محاضره برضو قبل كده وانا سمعتها، كانت محاضره ممتازه جدا. فهي فكرة فلسفة اللين دي ان انا عندي هدر، ممكن مثلا ان انا بعمل المبنى بياخد مني مثلا 3 سنين، لكن في هدر كتير، في وقت كتير احنا منتظرين حاجة تحصل، منتظرين ناخد موافقات، منتظرين شوب دروينج، منتظرين الحاجة تيجي السايت. فلو قدرت اقلل الهدر ده احنا ممكن نعمله في 6 شهور بدل 3 سنين. فهي دي الفكرة. فهو كل التركيز ان البيم بيساعدني ان انا اعرف فين المشاكل واقدر ان انا احلها، واقدر ان انا اعرف ان في هدر هيحصل في المنطقه الفلانيه، واقدر اتعامل معاه وعندي انفورميشن كامله اقدر ان انا اقلل الهدر، بحيث ان انا لو قللت الوقت كده انا بقلل الفلوس، كده انا بشوف المشاكل واحلها ككوردينيشن بدل ما اعطل الشغل. لان قبل كده في مشروع خلاص كان فيه مشكله كبيره، تمام، اضطرينا ان اوقف الشغل لشهور لحد ما نعرف اتحل ازاي. انا كنت شغال في المول، وده كان الفندق اللي جنبيها، المول كان معمول بيم والفندق ما كانش معمول بيم، بس ظهرت فيه مشاكل كتير جدا. فاللين مانجمنت بيعتمد ان انا اقدر اعرف الهدر فين المشاكل، وهل في مشكله هتحصل قبل ما تحصل اتنبأ بيها وابدا احلها، وان انا ابدا اشوف الحاجه ثلاثيه الابعاد والوان و4 دي و5 دي. فدي من ضمن افكار اللين اللي بيحققها لي البيم. في فكرة برضو اللي هي ان كل العمال تبقى فاهمة الشغل اللي هيتعمل ازاي، اللاست بلانر، فببدأ ان انا اوريها لهم بحيث ان هم يقدروا يفهموا فكرة المشروع هيبقى عامل ازاي، ويقدروا ان هم يعتمدوا عليه. فلما طبقنا اللين مع البيم، واصبح اجباري دلوقتي في مشاريع كتير في قطر ان لازم نطبق الاثنين مع بعض بحيث نستفاد من المزايا دي والمزايا ديت، بحيث ان احنا نوفر المشاكل والهدر اللي ممكن يحصل. دي ملخص سريع كده للمقالة، والمقالة موجودة لو حد حابب ان هو يطلع عليها.